مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، معكم ريم من قناة ريم شو. أنا أقول لكم على الأول صح فطوركم ولا صح سحوركم على حسب الوقت اللي راكم تشوفوني فيه. فيديو اليوم إن شاء الله راني رايحة نقدم لكم دجاج مديزوسي، يعني منحي منه العظم وفخسي. ولا حبيتوا تعرفوا كيفاش نحيت له العظم للدجاج، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ودوك يبان لكم الفيديو الفوقة على دغوات ولا على اليمنى. في هذا الفيديو راني راح نعطيكم وصفتين. الوصفة الأولى هي للدجاج محشي بالروز ولا فيونداشي ولا لحم كفت، أما الوصفة الثانية فهو محشي بلا فيونداشي ولحم كفت وشوية خضرة. نتوما خيرو واش حبيتو ديرو، ممكن تحشيوه بالخضرة مباشرة أو بالروز مباشرة. أنا نعطيكم الفكرة وانتوما شوفوا أدابتيو الجود بالموجود كما يقولوا، أدابتيو روحكم على حساب دراهمكم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. قبل ما ننسى وقبل ما نبدأ الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا، هكذا باش يلحقكم اي جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الناس اللي تحبوهم وزيدوا جمجمولي. يلا نبداو الفيديو على بركة الله. هنا راني نوري لكم كيفاش نكمل العظم هذاك تاع لي كويس وتاع الجناح اللي كنت ما وريتهم لكمش من قبل في الفيديو السابق، راني وريتهم لكم دوكا. هم الخطوات واضحين في الفيديو وفي الصورة كما راكم تشوفوا. حوست قبل على المفصل هذاك وراه، نحيت له كامل لي طوندون اللي كاين صايرين دايرين به. شوفوا كي راني نقطع فيهم. من بعد ما قطعتهم كامل، شديت العظم باليد اليمنى واليد اليسرى وبديت نطبع بيدي اليمنى وباليد اليسرى هكذا، ونحي في اللحم على العظم، يعني سيباري في اللحم على العظم باش يخرج العظمه هذيك تخرج لي سهله، ونقلبها كيما راكم تشوفوني قلبتها كامل. من بعد ما نحي العظمه نعاود نرجع اللحم داخل الجلده هذيك باش تولي لاكويس تبان عاديه. بصح ردوا بالكم برك كي تستعملوا الموس ما تقطعوش لابو هذيك، وكيما قلت لكم من قبل ما تشوطوهاش بزاف الدجاجه، شوطوها قيس برك ما تنحوا الشعر، حاولوا ما تحطوهاش كيما مولفين فوق النار ولا تستعملوا شاليمو هكذا باش لابو هذيك ولا الجلده هذيك ما تكونش رهيفه. وراني رايحه ندير نفس الشيء مع الجناح تاني، نحي قبل هذوك لي طوندون هما اللي تقطعوا الاولين باش يجيني ساهل ندخل صبعي ونسيباري اللحم على العظم. وبعد ما نحيت لها كامل العظم راح نبداو بالوصفه الاولى او الخطوه الاولى اللي هي المقادير تاعها. كيما راكم تشوفوا هنايا راني وجدت التتبيله باش نديرها نحشي بها الدجاجه، وهنايا هاد الخلطه هذه باش نديرها لاصوص اللي طيب فيها الدجاج، باسكو راني رايحه ندير فيه الروز. ولا درنا داخل الروز صافي كراو رايح يحتاج الماء باش يدخل الماء هذاك ويطيب لنا الروز. بالنسبه للحشو واش راح ندير؟ بالنسبه للحشو راح ندير فيه البصل، طوماطيش، الروز. هنا عندي ماشي لاحق كاس ناقص شويه. كميه تاع الروز هذه على حساب نتوما كيفاش تحبوا ديروا، ولا حبيتوا الدجاجه تحشيوها غير بالروز تزيدوا الكميه، وتزيدوا لها الخضار مثلا جلبانه وزروديه. كيما تقدروا ثاني تستعملوا الخبز يابس او خبز مرحي في بلاصه الروز، وشنو لازم تشمخوه في الحليب باش ما يجيكمش يعني ملقص. ولا ما حبيتوش يعني حبيتوا تحشيوها باللحم مكفت يعني غير بلا فيونداشي، تقدروا تحشيوها غير بلا فيونداشي، ولا تحبوا ديروا شويه فيونداشي شويه روز، هذا الشيء يعود لكم، يعني الاختيار يعود لكم. انا نعطي لكم واش راني رايحه ندير اليوم، من بعد نتوما ممكن تتلعبوا كيما تحبوا بالمقادير. عندي البصل، طوماطيش، الروز، حشيش ومعدنوس، وعندي شويه ثوم هنايا، بس الحانوت وفلفل كحل وبودره ثومه. نزيدها شويه في الحشو وشويه في لاصوص. بالنسبه للاصوص نفس الشيء، يعني واش ندير في الحشو وندير في لاصوص غير الرز اللي ما نديرش، تقدروا تزيدوا فيها الخضار تانيك. عندي طوماطيش، البصل، راس الحانوت، فلفل كحل، قزبر ومعدنوس والثوم. دركا نخلط المكونات تاع الحشو. Thank you.
كما راكو تشوفوا نسيت ما ذكرتش في المقادير طماطم مصبره، ممكن تستعملوها ممكن تستغناو عنها. انا استعملت هذه لاصوص طوماط الواجده في الباطو، يعني تزيد لها مذاق خاص. دوكا نحاولوا نعمروا الدجاج تاعنا. كما راكو تشوفوا راني ندخل في كامل المناطق، من جهه الفخذ من جهه الجناح ندخل لها كامل الجوايه كامل ندخل لهم الحشو تاعنا. نتوما ولا جاكم واعر باش تنحوا العظم تاع يعني تاع الجناح وتاع الفخذ ممكن تخليوهم وشنو تربطوهم برك من بعد مليح هكا باش الدجاجه تاعكم تشد الاخر لا فورم تاعها تشد الشكل ديالها. وبعد ما كملت عمرتها كامل دوكا جا وقت الخياطه. كما راكم تشوفوا راني نخيط في البلايص اللي مفتوحين على خاطر الحشو تاعنا ممكن يخرج من الثقوب هذوك، بالخصوص بما انه عندنا الروز. كما نعرفوا الروز يكبر يعني ضعف الحجم تاعو، ولا لقى كاش تقبه راه تما الحشو هذاك ممكن يخرج لكم من الدجاجه تاعكم. كيما راكو تشوفوا دركا راني رايحه نربط الدجاجه. اول حاجه درتها ربطت لها الجناح تاعها باش ما يهبلونيش كي ندير لها لي نو كي نربطها، يعني كي نروليها. نتوما ولا جاتكم واعره هاد الطريقه ممكن تروليوه برك، يعني دوروا له الخيط هكا صاير داير كامل عليه من الفوق حتى لتحت وانتوما تدوروا فيه. تقدروا تربطوها بالطريقه اللي تحبونها، حبيت نوري لكم هاد الطريقه كيما راه موضح في الفيديو. دوبليت قبل يعني درت الخيط تاعي على زوج مع الاول باش نقدر ندخل فيه الكبه وندير العقده الاولى، من بعد من العقده الاولى نبدا ندير العقدات الاخرين اللي يجوا موراها. نجيب الخيط على اليمنى كما راكو تشوفوا، ندوروا تحت الدجاجه نجوزوا تحت الدجاجه، من بعد نجيبوا لليمنى ونجوز فيه الكبه هذيك، ونعاود نفس الشيء حتى نكمل الطريقه وندير نفس الطريقه من الجهه الاخرى تانيك بنفس الطريقه نديرو حتى نكمل الدجاجه تاعي نربطها كامل ونكون متاكده انها ما راهيش متلوقه. كما راكم تشوفوا هنايا الاناء اللي اخترته شويه غامق، نحط المكونات اللي قلت لكم تاع لاصوص اللي وريتكم. انا اخترت الاناء هكذا يكون عالي باش كي نطيب نزيد الماء في لاصوص هذيك. ديروا في بالكم باللي الروز يسحق الماء باش يطيب، باش يقدر يلحق داخل الدجاج لازم الدجاجه هذيك تغطس داخل لاصوص باش يدخل الماء لداخل ويطيب لكم الروز. راني دهنتو غير من الفوق يعني بشويه لاصوص، من التحت راهي كاينه هاديه. دوك نحطو في الفرن ونبقى نعس فيه باش نشوف فيه غير يتقلى شويه البصل هدايا ولاصوص. نزيد الماء
لا تحبوا ديروا زبدة ولا مارغرين ممكن ديروا، هذا الاختيار يعود لكم. انا دوكا ندخلها في الفرن، نتوما ولا حبيتوا تغطيوها استعملوا ورق الزبدة، من بعد زيدوا لها بابي الومنيوم من الفوق. وش الدجاج دور كاب هاد يعني بالماء هذايا، حاولوا فقط ديروا غير شويه برك باش نمشيو هاد التتبيله هادية، ونعسوها من بعد شويه نقلبوها باش ما تتحرق لناش هاد التتبيله اللي عندنا من الفوق. دوك نزيد لها شويه ماء ونعاود ندخلها طيب. كما راكو تشوفوا راهي بعد ما يعني تحمرت شويه من الفوق، دوك نقلبها. وكما راكو تشوفوا راهي تنفخت شويه، هذا يدل على ان الرز هذاك راه بدا ينفخ. اذا هذه كانت الوصفه الاولى، كما راكم تشوفوا بعد ما نحيتو من الفرن ما خليتوش حمار بزاف صراحه، باسكو كان الحق وقت الماكله. انتم تقدروا تحمروه اكثر من هكذايا، تقطعوه لشرائح وتقدموه. ممكن هذيك لاصوص ولا درتو غير الرز لداخل، هذيك لاصوص تسقيو بها الرز تاعكم وتاكلوه، ولا حبيتو تزيدو معاها خضر ولا لي فخيت ولا اي حاجه، هذيك لاصوص ثاني تقدروا تزيدوها من الفوق فوق الخضره ولا فوق الرز ديالكم، ولا يعني تقدروا تعاودوا تستعملوها. نجوزو دركا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه كما راكم تشوفوا فيها لحم مرحي، راح نستعمل تقريبا واحد 400 غرام تما. تقدروا نتوما تزيدوا له الخبز مع لا شابلور ولا الخبز قديم، تشمخوه في الحليب وتزيدوه الكميه تاع اللحم تاعكم، ولا ما كانش عندكم بزاف ممكن تستعملوا ثاني الدجاج. نحتاجوا زروديه كما راكم تشوفوا مقطعه دي كوب، والفرماج بورسيون. عندي هنايا لي شامبينيون حنستعملهم في لاصوص، يعني نرميهم من داخل في لاصوص. نتوما تقدروا تستعملوا اي خضره عندكم. جلبانه، هنا انا عندي جلبانه كونجليه، عندي 3 حبات بصل صغار، وحده حنستعملها للحشو والباقي نستعملوا لي شامبينيون هذوك. حبه بيض، سنينات ثوم، لا موطارد والزبده، وهنا لي زيبيس عندي فلفل احمر مدخن، فلفل الكحل، وشويه تاع قرنفل مرحي، وتانيك عندي راس الحانوت ولا لي زيبيس الخاصين بالدجاج ولا باللحم. يعني نتوما تقدروا تستعملوا لي زيبيس اللي تحبوا اللي عندكم في الدار، ولا ممكن تعملوا خلطه نتوما وحدكم تستعملوا فيها القرفه، خرقوم، سكنجبير، شويه كمون، شويه يعني تخلطوا تشوفوا التوابل اللي تحبوهم، ممكن تخرجوا خلطه مليحه في الدار. عندي السمن هنايا، السمن اللي كنت خدمته معاكم من قبل، من بعد نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ودوك يخرج لكم هنا الفوق تشوفوه. بالنسبه للحشو واللاصوص ممكن تلعبوا نتوما مع الخضره اللي تحبوا، استعملوا اي خضره تحبوا، اي خضره عندكم في الدار. دوكا رانا رايحين ندوزنوا للحشو تاعنا. حطيت كيما شفتوا اللحم، زدت له البصل والثوم، رابيتهم ما قطعتهمش، رابيتهم باش يزيدوا يطلقوا الماء تاعهم. هنا راني زدت زروديه، دوكا نزيد التوابل والمغرفه هذيك تاع السمن باش تعطينا الطراوه، ونزيدوا الحبه تاع البيض ولا موطارد، ونخلطوا كلش، ونخلطوا كل شيء بيدنا هكذا، نعجنوها مليح حتى نتحصلوا على كي شغل عجينه. من بعد نفتح اللحم هذاك، العجينه تاعي تاع اللحم كيما راكم تشوفوا استعملت هاد الورقه تاع سيليكون، فرشت اللحم تاعي فوقها وزدت. وبالنسبه للناس اللي يعيشوا في اسبانيا ولا يحبوا، نخلي لهم رابط تاع هادو لي تابيتيس هادو تاع سيليكون، ممكن يشروهم من امازون، نخلي لكم اللينك في صندوق الوصف اللي راهي انتريسي تشريه. نحطوا الفرماج، نحطوا الجلبانه، نحطوا الزيتون، ومن بعد نروليوه نديرو كي شغل غولي برك باش يتوزع لنا مليح، يتوزعوا لنا مليح المكونات. نسيت ما قلت لكمش انا كميه الملح ما زدتش كامل، درت شويه من الفوق هكا فوق لا فيوند هاشي. دركا كنت انا ملحت الدجاجه من قبل كيما شفتوا ديجا في الفيديو السابق اللي درت لكم كيفاش نحو العظم وكيفاش نقيو الدجاج، قلت لكم بلي انا دائما ندير الملح في الدجاجه ونخليها تبات. اذا دوكا نروليو اللحم تاعنا، من بعد نبداو نحشيو به الدجاجه ونحاولوا ندخلوا لها في كامل الاماكن.
ندخلو لها في كامل الاماكن كيما درت مع الدجاجه الاولى. من بعد نخيطها نفس الشيء واش عملت في المره اللي فاتت، نخيطوا الدجاجه تاعنا من بعد نربطوها. نصيحه برك، احسن شيء انكم تخيطوا مام هذوك الفخاد تلاقيوهم وتخيطوهم باش تشد روحها خير الدجاجه، تحكم يعني الشكل هذاك الجميل ديالها. في الاخر كامل حكمت شويه زبده، شويه زوج سنينات ولا ثلاثه توم، وشويه تاع لا موطارد. درت كومين بات هكذا كيما راكم تشوفوا، عبصتهم كي العجينه. من بعد دهنت الدجاجه تاعي كامل من الفوق قبل ما ندخلها للفرن. باش طيبتها في الفرن في هاد المقله هذه اللي راكم تشوفوا فيها تاع لا فونت، شريتها من امازون. نخلي لكم اللينك بالنسبه للناس اللي يشوف اسبانيا، نخلي لهم اللينك في صندوق الوصف ولا حبوا يشرو منهم لانهم جوده عاليه، حاجه مليحه يعني، مقله اللي تشد لك حياتك كامل. صح هما تقال مي بصح ملاح بزاف. كيما راكم تشوفوا هنايا خلط لي شامبينيون مع البصل، دوك نزيد لهم كامل يعني الخضره اللي بقات لي زروديه والجلبانه كامل واش بقى لي، نخلطهم كيف كيف ونخليهم بجه باش كي الدجاجه هذيك تتقلى شويه وتطلق لاصوص ديالها نحطهم لداخل. بعد ما تقلات شويه الدجاجه كيما راكم تشوفوا راني نحيتها باش نبروفيتي من هذا لو غرا هذا اللي خرج منها او الدهون هذوما اللي خرجوا من الدجاجه باش ندور فيهم الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا باش يجمعوا كامل هذاك الدهون ويتقلاو كي يدخلوا للكوشه. درك نعاود نرجع الدجاجه من الفوق وندخلها في الفرن ونخليها طيب على 200 و220 درجه على حسب الفرن تاعكم. تخلوها طيب حتى يعني هذه سهله ماشي كيما الاولى، الاولى اللي كانت تسحق بزاف الموت تسحق الوقت اكثر، هذه توجد لكم في ساعه ساعه ونص على حساب الفرن ديالكم وعلى حساب تانيك لو ريسيبيون اللي طيبوا فيه. انا كوم طيبتها في لافونت يعني لافونت راهي تشد بزاف الحراره عاونتني بزاف. بعد ما طابت لاصوص هذيك والدجاجه بدات تحمر نحيتها كيما راكم تشوفوا، نحيت لاصوص عاود دخلت الدجاجه تحمرت وحدها. بعد ما خرجتها دوكا راني رايحه نقسمها لكم، كانت سخونه بزاف صراحه، كي كنت رايحه نقسمها خفت تتفتت يعني ما يشدوش المرصوات. هذه ماشي كيما تاع الروز، تاع الروز كان لازم لو كان زعما تحبوا تقطعوا تاع الروز تخلوه شويه باش يشد روحو، ولا قطعتوه هكذا سخون راح يخرج لكم كامل الحشو من الداخل. احسن شيء انكم تخلوها حتى تبدا تنقص لها الحراره هذيك. ولا تاع لا فيونداشي كيما راكم تشوفوا غير حليتها قطعتها قطعوا لي مرصوات شابين. اذا رانا لحقنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كانت هذه المائده تاعنا الرمضانيه، درنا كيما راكم تشوفوا الدجاج محشي، الحريره، الشلاضه، ودرت لهم لي مونشون بالفرماج للدراري، وحنا لينا درنا تانيك دي مونشون كيتونيه بالعجينه الكيتونيه عفوا. والحمد لله، وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، تبقاو على خير، ملاقات الخير ودمتم.